لا اختلاف جذريا في العقلية الإجرامية. المقتحمون للمنازل هنا عناصر من ميليشيا الجولاني، والمستهدف مدنيون وناشطون رفعوا أصواتهم وحركوا أقلامهم للحديث عن انتهاكات الميليشيا بحق المدنيين في مناطق سيطرتها شمال سوريا. دهم وتخريب للأثاث والممتلكات، سياسة ينتهجها الأمنيون في ميليشيا الجولاني أثناء اعتقال أحد المطلوبين، وعبد الرزاق المصري واحد منهم بحسب ما وثقته زوجته فاطمة عبود وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أتت أوامر اعتقال المصري لجرم لا يغتفر عند الجولاني، وهو منشور على فيسبوك ضد الميليشيا وقادتها الذين لا هم لهم سوى رضا أسيادهم والمحافظة على مكانتهم وأموالهم ريثما ينتهي دورهم بحسب وصفه في المنشور. التضامن وانتقاد الطريقة التي اقتحم فيها منزل المصري بمدينة إدلب مع ساعات الفجر الأولى قوبل بعملية اعتقال مماثل للناشط عبد الحميد عبد الحميد الذي نشر خبر الاختطاف متهما الميليشيا بترويع أطفال المصري والسطو على ممتلكاته، في وقت أوضحت فيه شقيقة عبد الحميد أن الميليشيا داهمت منزلها بطريقة همجية أثناء نومها حاسرة الرأس، مشددة على أن عناصر الجولاني هددوها بالسلاح أثناء تغطيتها لرأسها والصراخ في وجههم مطالبينها بالتزام الصمت، قبل أن يخرج عبد الحميد بمنشور يقول فيه إن من اعتقل هو شقيقه الأكبر الذي لا علاقة له مطلقا بالقصة. اعتقال شقيق عبد الحميد والمصري ليس الحالة الوحيدة في الساعات القليلة الماضية، إذ أكد مراسل أورينت أن ميليشيا الجولاني اعتقلت 18 شخصا آخرين صباحا، أفرجت عن 15 منهم وأبقت على 3 الآخرين، مؤكدا أن المعتقلين هم مجموعة من العسكريين غير المنتمين لأي فصيل، وأنهم كانوا يخططون لشن هجوم على مواقع ميليشيا أسد بمفردهم، في حادثة تأتي بعد يومين من اعتقال مماثل للقيادي العسكري أبو حسين البيوش المنحدر من قبيلة بني خالد مع ضباط منشقين بسبب تجهيزهم لشن ما وصفوها بغارة حقيقية على ميليشيا أسد في جبهات الساحل. شو بدكم تعملون؟ تكبسونا يعني؟ ليش حاطين بالمخيمات؟ ما بدنا أكل، ما بدنا شرب، نحن ما بدنا إغاثة، نحن بدنا نرجع على بلادنا من الأخير. ملينا المخيمات، بدنا نفتح الجبهات ونرجع على بلادنا، وعنا أرزاق وعنا أراضي وعنا ناس وعنا كل شيء يلزمنا. نحن ما نبي حاجة هاي الخيام ولا بحاجة هذا السكن. اليوم اللي عم يضربونا في مانية ويسكنونا في غرف 3 مترين